بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 20 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا الشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك. هذه السائلة أم هند، تقول امرأة عليها قضاء رمضان كامل وتريد أن تصوم الست بعد رمضان، بأيهما تبتدئ مأجوري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن صيام الست بعد رمضان سنة ثابتة في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، يعني صام السنة كلها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن عشرة أشهر، وستة أيام عن شهرين، كل يوم عن عشرة، المجموع 12 شهرا، هذه أشهر السنة الحمد لله. ولكن من كان عليه قضاء من رمضان فإنه يبدأ بالقضاء حتى يكمل رمضان، بقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. أتبعه يعني لا بد أن تكون الست بعد صيام رمضان، واضح من الحديث. وأيضا السنة البعدية لا تقدم قبل الصلاة، مثلا راتبة المغرب لا تقدم قبلها، راتبة العشاء لا تقدم قبلها، وهذه سنة بعدية بعد رمضان، لا تقدم قبل إكمال شهر رمضان. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم الصلاة على الميت قبل الذهاب به إلى الجامع؟ لا بأس بذلك، من تيسر له أن يذهب ويصلي عليها مع المسلمين في المسجد هذا أحسن. إذا كان ما يتيسر له ذلك يصلي عليه في مكانه، في المكان الذي يتيسر له. فضيلة الشيخ، نعود إلى السؤال الأول، وهو قضية من صام رمضان واتبعه ستة من شوال. لو كان هذا عليه قضاء وصام القضاء ثم دخل عليه ذي القعدة وصام بنية ست من شوال، لا، إذا انتهى شوال فإنها لا تقضى، بقوله صلى الله عليه وسلم: اتبعه ستا من شوال، فلا يقوم غيرها مقامه. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن صلاة الليل، يقول: أنا أصلي البعض في أول الليل وبقية الركعات في منتصف الليل، هل هذا جائز؟ وما الأفضل في صلاة الليل مأجورين؟ كل الليل محل للصلاة ولله الحمد، في أوله وفي وسطه وفي آخره، ولكن آخر الليل لمن تيسر له أفضل، لأنه يوافق النزول الإلهي حين ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فصلاة آخر الليل أفضل، ولكن إذا صلى من أول الليل وصلى من وسطه وصلى من آخره يرجى له بذلك الخير إن شاء الله. وكل الليل محل للصلاة بعد العشاء، على صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كله محل لقيام الليل على طول السنة ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ عابد يقول، مقيم بالرياض، يقول: بإذن الله أنا عازم على الحج، بأي المناسك تنصحونني بأخذها؟ وهل لابد من النية في الحج؟ النية لابد منها في الحج وفي غيره من العبادات، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكل عبادة سواء كانت فرضا أو نفلا لا تصح إلا بالنية. وأما ما تحرم به من المناسك، المناسك ثلاثة، خير بينها: إن شئت أن تحرم متمتعا، وإن شئت أن تحرم قارنا، وإن شئت أن تحرم مفردا. كله الحمد لله
جائز، ولكن الأفضل تمتع ثم القران ثم الإفراد. والتمتع معناه أن تحرم بالعمرة لأشهر الحج، ثم إذا وصلت إلى مكة تؤدي مناسكها وتفرغ منها وتتحلل، فإذا جاء يوم التروية يوم الثامن للحجة تحرم بالحج وتذبح فدية التمتع. من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. هذا هو التمتع، هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. أمرهم أن يفسخ، من لم يسق الهدي أمره أن يفسخ الحج إلى العمرة فيكون متمتع، وتمنى أنه فعل ذلك لولا أنه ساق الهدي. وأما القران فهو أن تحرم بالعمرة والحج معا من الميقات، ثم إذا وصلت إلى مكة تطوف طواف القدوم وهو سنة، ثم تبقى بإحرامك إلى أن تؤدي مناسك الحج يوم العيد، رمي الجمرة. أولا تقف بعرفة، الركن الأعظم، تقف بعرفة، ثم تبيت في مزدلفة، ثم تفيض إلى منى وترمي الجمرة، ثم تنحر هديك إذا كان معك هدي، ثم تحلق رأسك، ثم تنزل إلى مكة تطوف طواف الإفاضة، تسعى بعده إذا كنت متمتعا. أما القارن فإنه يكفيه سعي واحد، يكفيه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، لأن أعمال العمرة تدخل في الحج، وعليه فدية، عليه أن يذبح فدية مثل المتمتع. وأما الإفراد فهو أن تحرم بالحج فقط من الميقات، تبقى على إحرامك، إذا وصلت إلى مكة تطوف طواف القدوم أو سنة، ثم تبقى على إحرام إلى أن تؤدي مناسك الحج، ثم تتحلل وليس عليك فدية. أحسن الله إليكم. يقول سؤال الثاني أيضا، لي والدة كبيرة في السن ولا تستطيع أن تتحمل مشاق أداء المناسك، وتتمنى أن ينعم الله عليها بزيارة بيته وأداء مناسكه، ولكنها غير قادرة ماديا، هل يجوز لي أنا الإبن أن أحج نيابة عنها؟ النيابة لا تجوز إلا عند العجز عن مباشرة الحج، ومن قدر على مباشرة الحج فإنه يجب عليه ذلك ولو كان محمولا. اليوم الحمد لله تيسرت وسائل النقل، وتيسرت أيضا أمور الطواف والسعي أن يحمل على عربة، والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى، كل هذا لا يحتاج إلى مشي، هذا استقرار في هذه الأماكن بنية المناسك. والرمي الجمار يوكل العاجز، يوكل، بإمكانها أن تحج محمولة، تؤدي المناسك محمولة وتوكل على رمي الجمرة. أما إذا كانت ما تستطيع ولا تحمل، ما تحمل وهي لم تؤدي فريضة الحج، فإنها توكل من يحج عنها، مثل الكبير الهرم، المريض، المرض المزمن. لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك الذي لا يقدر ولا بالحمل والنقل وهو لم يؤدي فريضة الحج، فإنه ينيب من يحج عنه من أولاده أو من غيرهم، بشرط أن يكون النائب قد أدى فريضة الحج قبل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. له فقرة أخيرة في هذه الرسالة الطويلة عن الحج، يقول: بالنسبة يا شيخ للنعناع والمرامية والهيل، هل هذه تعتبر طيبا بالنسبة للحاج، وما حكم أخذ مثل هذا؟ نعم، المحرم لا يشرب هذه الأشياء لأنها من أنواع الطيب، مرامية، الزعفران والنعناع والما فيه رائحة، لأن النعناع من أنواع الريحان، ذلك المرامية وذلك ما أشبهها من ذوات، كذلك الزعفران. اتركوا هذه الأشياء ما دام محرما. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأخت السائلة تقول: فضيلة الشيخ صالح حفظه الله، بالنسبة للمرأة والرجل، بالنسبة عندما وضعهم في اللحد، هل يكون الوجه وجه الميت مكشوف سواء كان مرأة أو رجل؟ وبعض الناس ينزل إلى القبر لوضع الميت وهو لا يعرف شيئا عن أحكام الدفن. نعم، يجب أن يكون الذي يضع الميت في قبره عنده معرفة في أحكام الدفن، وأما كشف وجه الميت هذا لا يجوز. يوضع الميت في لحده مكفنا مستورا بكفنه جميع جسمه، لكن تحل العصائب التي تكون فوق الكفن لأجل أن تضبطه عن الانتشار وقت الحمل والإنزال، وهذه إذا وضع في لحده فإنها تحل عنه هذه العصائب ويبقى مستورا في الكفن بجميع جسمه. نعم. يقول هذا السائل أو هذه الأخت السائل
إلى زوجي قبل وفاته أوصى بثلث ماله صدقة جارية حيث أوصى أحد أولاده الثقات، فهل نلتزم بهذه الوصية؟ نعم، هذا واجب. كان أوصى بثلث ماله إنه يجب تنفيذ هذه الوصية لما أوصى به من أعمال البر. جزاكم الله خيرا. أيضا من أسئلتها تقول التركة بعد وفاة زوجي لم تقسم واستمرت لعدة سنوات، هل هذا جائز في الشريعة الإسلامية؟ إذا رضي الورثة بتأخير القسمة فلا مانع، هذا حق لهم. أما إذا طالبوا أو طالب بعضهم بالقسمة وأمكن ذلك إنه يجب ذلك إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم، وإذا حصل ممانعة فالمحكمة رافعون إلى المحكمة تحل المشكلة. جزاكم الله خيرا. هذا السائل سامي مقيم بالرياض يقول ما المقصود بيوم الحج الأكبر؟ هل هو يوم عرفة أو يوم النحر؟ وأيهما أفضل في الدعاء؟ يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، سمي بذلك لأنه تؤدى فيه المناسك من رمي وذبح الهدي وحلق الرأس طواف وسعي، إذا أدى هذه المناسك في يوم العيد هذا أفضل، هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي يوم الحج الأكبر فرقا بينه وبين الحج الأصغر وهو العمرة، لأن العمرة حج لكنها حج أصغر. نعم. أخيرا السائلة الأخت تقول بالنسبة للحائل وأما الدعاء فدعاء عرفة من الدعاء يوم العيد، قوله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل أيضا سؤال له متى يتطيب المحرم؟ هل هو قبل الدخول في النسك؟ ولو تطيب بعد الإحرام ماذا يلزمه؟ تطيب يكون في البدن فقط، لا يكون في ثياب الإحرام، إنما يكون في البدن ويكون قبل الإحرام، إنما يغتسل ويتنظف فإنه يتطيب في بدنه ثم يحرم، ولا يجوز التطيب بعد نية الإحرام وبعد نية الدخول في النسك على محظور محظورات الإحرام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته فما قال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، الشاهد في قوله ولا تمسوه طيبا، فالمحرم لا يتطيب ولا يطيب ما دام في الإحرام، ومن فعل ذلك جاهلا أو ناسيا فلا حرج عليه، لكنه يغسل طيب، يغسل طيب من بدنه أو من ملابس إحرامه. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة أم سلمة تقول بعض النساء هداهن الله يلبسن عباءات قريبة وفاتنا، هل يجوز لهن الخروج بهذه العباءات وهل عليهن إثم؟ قضية لباس النساء في هذا الزمان أصبح مشكلة عظيمة، لأن كثيرا من النساء خصوصا الشابات خصوصا التي يخرجن للمدارس أو للتعليم أو غير ذلك يريدن لباس الغرب، يلبسن ملابس الغرب من باب التشبه، وهذا محرم لأمرين، أولا التشبه بالكفار حرام، قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وثانيا عدم الستر، فإن مثل هذه الملابس الغربية والتي تحاكي ملابس الغربيات لا تستر الجسم بل هي تفضحه، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه يأتي نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، سأل الله العافية. على المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل وأن تلبس الملابس الضافية الفضفاضة الساترة إن كانت تخاف الله والدار الآخرة وتخاف من النار، عليها أن تتقي الله خصوصا عند الخروج، تكون متسترة وغير متجملة ولا تلبس ملابس الزينة، وإنما تلبس الملابس الساترة التي ليس فيها زينة، والعباءة ليست للزينة، العباءة للستر، يجب أن تكون العباءة ساترة وضافية ولا يكون فيها زينة، ولا تكون رقيقة ملتصقة بالجسم، بل تكون عباءة ساترة غير فاتنة. نعم. أحسن الله إليكم. من السودان سائل يقول في سؤال له في جهة المحراب والمسجد الذي نصلي فيه في جهته مقابر، ما حكم الصلاة في مثل هذه المساجد وما حكم أيضا بناء المسجد إذا كان في جهة المحراب قبر؟ إذا كانت القبر أو القبور ملتصقة بالمسجد وليس بينهما فاصل لا تجوز الصلاة في هذا المسجد، لأنه صلى الله
عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد أي مصليات، ونهى عن بناء المساجد على القبور، ولعن من فعل ذلك لأن هذا وسيلة إلى الشرك. وأما إذا كانت المقابر مفصولة عن المسجد من أي جهة، بينهما شارع أو بينهما طريق أو أرض فضاء، فلا بأس بذلك، لأن المسجد معزول عن القبور وبينهما فاصل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو عبد الله يقول في هذه السنة احتجت مال لتزويج ابني وتأثيث البيت الذي سيسكنه هو وزوجته، فما هي الطريقة الصحيحة للحصول على هذه المال سواء من قرض بنك أو رجل تاجر يبيع ويشتري بالسلع؟ الطريقة الصحيحة إن وجدت من يقرضك قرضا حسنا ليس ربويا ولا زيادة فيه، هذا شيء طيب. وأما إذا لم تجد من يقرضك القرض الحسن، فلا مانع أن تتعامل بمعاملة التورق التي رخص فيها جمهور أهل العلم، وذلك بأن تشتري سلعة بثمن مؤجل تقبضها ثم تبيعها على غير الداين، على غير صاحبها، تبيعها بعيدة عن صاحبها وتأخذ ثمنها ترتفق به في حاجات. هذه مسألة التورق. والبنوك لا تقرض يا أخي إلا بربا، لا تقرض البنوك إلا بربا. نعم. أحسن الله إليكم. من الزلفي أبو عبد الرحمن يقول فضيلة الشيخ ثابت الله، هل يحق للمسافر أن يكتفي بركعتين أدركهما مع مقيم في صلاة العصر وهو في الطريق؟ لا يا أخي، إذا كان المقيم يتم، إذا كان الإمام يتم الصلاة سواء كان مسافرا أو مقيما، فيجب عليك أن تتم الصلاة تبعا للإمام، هذا هو السنة الواجبة، ولا يجوز لك أن تقصر خلف من يتم الصلاة كما يفعله بعض الجهال. حكمك حكم الإمام في هذا، وإن قصرت خلفه وهو يتم صلاتك غير صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نختم هذا اللقاء بسؤال للأخ أبو سعد من جدة يقول، هناك ما يسمى بلباس الشهرة والذي نهي عنه، ما هو هذا اللباس وما هي صفاته؟ لباس الشهرة هو اللباس الذي يخالف ما عليه أهل البلد. إذا كان أهل البلد على لباس مشروع فلا تخالفهم بلباس غريب عن ملابسهم بحيث تشتهر عندهم وينظرون إليك، البس لباس أهل البلد. إلا إذا كان لباسهم محرما إنك تجتنبه وتلبس اللباس المشروع. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وهذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا